المدرب الكبير والقدير جدا السير أليكس فيركسون الذي يظهر مانشستر يونايتد. التقدم إلى الأمام والمحاولة لا زالت حاضرة من يوم ينقلها ولكنها تصمد، وبالتالي تحول إلى ضربة ركنية ثانية في مرة أخرى إلى أشلي يونغ، والباص الطويل ولكن لدينا هرنانديز طويل إلى الأمام. ما ظهر روني لغاية الآن، يظهر روني في هذه اللقطة يحول الكرة روني، لكن مانشستر يونايتد حاضرين في ملعب المباراة. كرة تحول حاضرين يعني في بعض اللاعبين الدنماركيين، بعض اللاعبين البلجيكيين، لكن خطيرة 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 خطيرة. شوف هو اتخذ القرار السليم الحقيقة. إبرة يعني غير موجود في القائمة. كرة سريعة إلى الأمام، يخرج حارس المرمى بيرنر، حارس شاسر السردام. الكرة تصل الآن إلى الأمام طويلة، ولكن في صافرة من قبل حكم الجولز، لا زال حاضرا بولس جولز على قائمة البدلاء. مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد، خذوها الكرة الأساس تصل إلى سليماني، سليماني والباص الطويل ولاعب طويل أيضا، وكرة خطيرة تلعب وتصطد. محاولة ممتازة لرولي، حولها إلى فيل جونز، فيل جونز يسيطر عليها، ينقلها إلى الأمام، تحول ولكنها تصطد. المحلل الرياضي الفني لقناة الجزيرة الرياضية، يا الله في أوروبا، لكن أياكس أمستردام، وهو الله حلوة 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 اللعبة من ديون، تسديدة رائعة من ديون، يتمكن منها لاحظ معاي دخية دخية يتابع، هي مرت من على رأس ريو فيرديناند. وصل لإريكسون، يتقدم إريكسون يسدد، الكرة تصل أيضا. المباراة بكرة سليماني، سليماني حولها الرأسية، لكن الكرة إلى خارج أرض. تبادلون أوقات المباراة الآن لمانشستر، ومانشستر وهنا لاعبه المتقدم فابيو الأحمر والأبيض، وإن كان الأحمر والأبيض يعني أو الشياطين الحمر، اللعبة فعلا في الجهة اليمنى إلى الأمام. التسديدة حلوة حلوة، هجوم مرتد. بولس كولز هو اللاعب القادم، هنا روني وصلت، ممكن جول، يصدها حارس المرمى بيرمر، عاجبني بيرمر. شوف 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 شوف، هنا أوسبيليس اللاعب اللي يتقدم، والباص الطويل والسلام ممتاز، وتسديدة قوية، لكن الكرة من ديز يحول الكرة، ومرة أخرى الكرة الرأسية اللي تمر إلى خارج أرض الملعب. ايضا فيرمر الحقيقة من المتألق اشليون، اللاعب الدولي الانجليزي، هنا التسديدة، لكن الكرة لا زالت باقية ايضا الى الامام. ممكن جول ممكن جول ممكن جول 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 اول. خلاص خلاص خلاص، يعني الشوط الثاني يبين من عنوانه، من بداية الشوط الثاني الضغط المتواصل لمانشستر يونايتد يسفر في الأخير عن أن أشلي يونغ يسيطر على كورت، يتقدم الركنية الكثيرة، الضربات الثابتة، المحاولات الأكثر، لكن هنا أياكس أمستردام الكرة اللعبة في خط الدفاع. شوف يعني فراند ديبور، اللاعبين في خط الدفاع لان فريقه تحت الضغط، ممكن الثاني ممكن الثاني مباشره. الان مانشستر يونايتد تحت الضغط، كره اللعبه عاليه، مرت ابتدت مرتده خطيره خطيره، تخلف مر 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 وتقدم، وامام ايضا ايفان، والتسديده روني بصناعه الهدف، ومن هرنانديز بتسجيل الهدف. شوف 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 الان روني يحاول انه يختار، وتبدا المحاولات الاخرى خطيره، اصبحت اخطر الان لمانشستر يونايتد، ممكن انفراد، ممكن روني، روني حولها، ممكن جول 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 ثاني لمانشستر يونايتد. يا سلام يا روني، يا سلام يا روني على اللقطه الجميله وعلى الباص أمستردام، الا اذا حدثت معجزه في اولد ترافورد، لكن ربنا يخلص الفارق. انت تلعب على ارضك ما بين جمهورك في لقطه لاياكس، الان كل شيء قد انتهى. مانشستر يونايتد يحقق الفوز على اياكس أمستردام.
Manchester in Rot mit prima Beginn. Berbatov in der Startelf für Hernandez. Und nach 6 Minuten stellte Manchester United das Gesamtergebnis schon mal auf 3:0. Hinspiel 2:0 in Amsterdam und dann die frühe Führung im heimischen Old Trafford, das übrigens gut besucht war. Dafür waren etwas gesetzt. Mit einer jungen Mannschaft durchaus nach vorne spielend. Und nach 23 Minuten mit Özbilis und einer ersten Chance, da packte sich im Verlauf der ersten Hälfte dann doch bemerkbar. Zu sorglos und das wurde bestraft. Özbilis, 37. Minute, 1:1. Aras Özbilis, der aus der eigenen Jugend von Amsterdam kommt, in Istanbul allerdings geboren wurde und Manchester United. Das sollte sich auch im zweiten Durchgang nicht ändern, denn Ajax hatte die Möglichkeit. Sim de Jong, 58. Minute und klasse Deflex von, um doch noch weiterzukommen. Und Manchester United zeigte sich in Durchgang 2 einmal vor Vermeer. 87. Minute, nochmal die Gäste und da ist Toby Alderweireld. 1:2. Sir Alex Ferguson und Manchester United erreichen das Achtelfinale.